طارق كاس العالم شارك لا لا قبل مش هتبقى كده. اول مشاركه، ولكن احنا بقى لنا 3 سنين اعتقد او اكتر شويه بعيد. المشاركات لا افريقيا المقعد افريقيا بتاعها كان افريقيا له يعني له تم حجبه، تصفيات بعد كده له مختلفة تصفيات يعني. مختلفه لا لفه كده، بس الحمد لله السنه دي على يعني حظ هؤلاء اللاعبين الكبار كلهم بالظبط. ان عوده المقعد الافريقي لبطوله انديه العالم ايا مره كان هو تانية، وبالتالي بشرى هيلعب. على هم فكرة، هي بشرى، هي بشرى من بشرى. بالظبط، بشرى رئيس بشرى الاتحاد، رئيس الاتحاد بشرى من بشرى، بالظبط. من رئيس الاتحاد الافريقي الافريقي للكره الطايره. عاوز اقول لك انه اميز حاجه انه عوده فريق المصر مره اخرى للصوره والتالق بعد ان هبطت طائرته اضطراري لمده عامين، يعني في ظروف واحداث مختلفه، وده خلي طبيعي بالك في جدا. وسط هذا الهبوط اللي حضرتك بتتكلم فيه ده، انت كنت بتاخد، انت المفروض مثلا لو بتلعب 5 بطولات كنت بتاخد على الاقل منهم 2، فكنا بنقول ان ده هبوط. ما بس انا عشان بكلم. هل لا الناس لا تفتكر ان مختلف يعني. هل الناس تفتكر ان الهبوط ده لا ان انت انت كنت بعد بتخسر سيطره، ونزلت انت درجه سيطره تانية على مدار 6 مواسم كامله، بتاخد الفول مارك زي ما بيتقال، وده صحيح طبيعي جدا في الرياضه يعني، بيحصل صحيح لك فتره كده، لكن هم انك انت تعود كما كنت. فانت النهارده عدت كمان بايه؟ كمان باسترداد يعني استعاده البطوله المفضله بالنسبه لك وصول كاس عالم. بطوله الدوري، والنهارده فزت على فريق برضو بطل افريقيا، منافس بطل لا بطل افريقيا، وده افريقيا البطل هو اللي البطل هزم. لغايه قبل المباراه. طبعا هو البطل ده اللي هزم نادي الزمالك، ممكن في المباراه النهائيه اتلعبت في تونس. فعاوز اقول لك انه المنافسه كانت قويه جدا، النهارده كانت المفاجاه والبشرى الساره هو اعلان استعاده افريقيا مقعدها في مونديال الانديه، وده كان شيء حقيقي كويس، ودي البطوله هتقام في الهند ان شاء الله. لا شك انه الف مبروك لاداره النادي الاهلي، مبروك لاداره النشاط الرياضي، مبروك للفريق، مبروك للجمهور اللي داعم مهم جدا. النهارده شفنا حاجة لازم جميلة تلاحظ جدا انه النهاردة، نسبه أحلى حاجة. الشباب كتير جدا في الفريق، ودي خطوه كويسه جدا من المدرب الايطالي. لسه ما يعني لسه ناس منتظره منه كتير جدا، ولسه الفولي في الاهلي محتاج شغل كتير للحفاظ على النجاحات اللي حققها قبل كده والنجاحات والطموحات في المستقبل. الف مبروك. وكمان في متابعه كمان لبطوله افريقيا لليد ان شاء الله، خلاص فرقه الاياد وصلت كمان للسيمي فاينال في البطوله، فاعتقد انه ان شاء الله باذن الله تعالى يكون موسم حافل يكللها كمان ان شاء الله تاهل المباراه النهائيه لبطوله دوري ابطال افريقيا، وتكمل ان شاء الله يعني بالفوز بالبطوله رقم 12 باذن الله تعالى. هيكون ان شاء الله موسم استثنائي كبير جدا للاهلي يا رب. ولادارته وبقياده الكابتن محمود الخطيب، وفاء مجلس حسن كمان الاداره حقيقي الداعم كبير جدا في ظل منافسه شرسه من والله. انا ساعات المنافسين، بأجد فان انه شاء الله باذن الله تعالى يكون يعني موسم ان مميز شاء الله، باذن الله تعالى ان شاء الله. ساعات بأجد ان احنا يعني انا واحد من الناس اللي ممكن اكون وجهة نظري برضو ان انا بشوف ان الاداره دي، مجلس الاداره الحالي عمل حاجات كتيره جدا 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 ممكن نكون احنا عارفينها لان احنا جوه النادي وعارفين اللي بيحصل ايه، ولكن وجهة نظري ان مش عارفين نديهم حقهم. انا وجهة نظري كده ليه؟ لانه انت لما بتيجي تتكلم عن اي حاجه يقول لك انت بتطبل. اصل هي ارقام لا ماشي، واحداث ما عنديش مشكله، ولكن هي القصه بالنسبه لي في الجزء ده ان انا حتى الواحد ساعات بيبقى ايه يعني يقول لك طيب ما هو هيقولوا كذا، على الرغم من ان انا مقتنع تماما إن